العاصمة وما تمثله من مركز سياسي للسلطة والبلاد أصبحت هدف الناشطين السوريين الذين خرجوا في تظاهرات كثيفة في جمعة دمشق موعدنا القريب. ورغم الأجواء السياسية الملبدة للمعارضة والانقسامات داخل المجلس الوطني، انطلقت التظاهرات التي تنأى بنفسها عن التجاذبات. في دمشق خرجت تظاهرات في عدة أحياء من المدينة، وفي مناطق من الريف أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع لتفريق تظاهرات حي الميدان. وللأسبوع الثاني على التوالي تصدرت محافظة حلب مشهد التظاهرات، إذ خرج فيها وحدها عشرات الآلاف، فرقتهم قوات الأمن بالرصاص. وأشار بعض الناشطين إلى انتشار للقناصة على أسطح المباني. كما سارت تحركات في عموم مناطق سوريا، وخصوصا في حمص وإدلب ودرعا ودير الزور والبوكمال. وفي محافظة الحسكة ذات الغالبية الكردية قام الأمن بإطلاق النار في معظمها لتفريق المتظاهرين. العمليات العسكرية تتواصل في سوريا وخصوصا في حمص في وقت تستمر أعمال العنف، ورغم وجود المراقبين الدوليين في سوريا سقط مزيد من القتلى. من جهة أخرى حدد الجيش السوري الحر أهدافه، وأبرزها حماية التظاهرات السلمية ومساعدة الشعب السوري في الحصول على حريته وإحالة مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري إلى المحاكم الدولية.